واحنا لازلنا في معمل الجينوم هنا جوه مدينه زويل. دكتور محمد الحديدي استاذ العلوم الطبيه الحيويه بجامعه زويل منورنا الاول. ازيك يا استاذ يوسف؟ عامل ايه؟ اهلا وسهلا. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله كويس. التخصص بقى هو يعني ايه؟ الطب اسمه الطب الحيوي؟ مظبوط، الطب الحيوي. ايوه، يعني ايه علوم الطب الحيوي؟ هي بتشمل الجانب البيولوجي من جميع العلوم الطبية. يعني العلوم الطبية في جزء أكاديمي اللي احنا بنهتم بدراسته العلوم الطبية، وفي الجزء اللي هو العملي المهتم بالجانب الإكلينيكي. يعني احنا بندرس جميع العلوم اللي لها دعوة بأي علوم طبية من الناحية الأكاديمية أكتر، العلوم البيولوجية. يعني هي نقدر نقول علوم الطبية الحيوية هي أكتر، هي العلوم اللي هي زي كلية العلوم، ولكن هي بتهتم بدراسة جميع الريسنت ترندز، يعني من العلوم زي علوم الطب التجددي، علوم الموليكولار بيولوجي، علوم الجينوم، علوم الجيناتكس، الدراج ديزاين اند ديفلوبمنت، تطور الدواء. فنقدر نقول ان احنا بندرس كل العلوم ولكن بطريقه يعني مستحدثه كتيرة قوي نتيجه تطور العلوم دي. فاحنا بندرس كل هذه الجوانب من اي حاجه ريليتد لاي جانب طبي من الناحيه الاكاديميه. يعني عندنا جوه هذا البرنامج عندنا اربع تخصصات. في تخصص الكمبيتيشنال بيولوجي، في تخصص اللي هو تطور الدواء، وفي تخصص الموليكولار بيولوجي، موليكولار اند سيل بيولوجي، وفي تخصص اللي هو الميديكال ساينسز او تقدر اللي هو العلوم الطبيه من الناحيه الاكاديميه. فالاربع تخصصات يقدروا يدينا زي ما بيقولوا توب نوتش ابروتش من دراسه اي حاجه ريليتد بالجانب العلمي اللي بنقول ان احنا بنهتم بدراسه الخليه بشكل عام. ازاي نقدر نفهم الخليه دي من اول دراسه الخليه على الجانب العلوم الاساسيه، الى ان ازاي نقدر ان احنا نعالج اي امراض عن طريق ان احنا نفهم ما هو جوه الخليه بشكل عام. دكتور محمد، انا سعيد جدا بحديثنا وان كان قصيرا، لكن بالنسبه لي كان مهم واظنه يبقى ملهم كمان لكتير جدا من الطلبه والطالبات والباحثين والباحثات اللي يبقوا عارفين ان في عندنا صرح مهم، منظومة مهمة، كيان ضخم زي مدينة زويل. أنا أعتقد أن هم لازم يجوا يعملوا أي حاجة عشان يلتحقوا بي. أشكرك جدا 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 على وقتك، وربنا يا رب يوفقكم. وأنا أتمنى فعلا أن كل واحد فينا يشوف يقدر يعمل إيه لدعم هذا الكيان الكبير العظيم. الدولة بتشتغل في الدعم لهذا المكان علشان المكان ده يكبر ويفضل شغال ويفضل يطلع باحثين مهمين، ما يبقاش مجرد جدران وأسوار ومكان جميل. احنا كمان علينا دور، واحنا كمواطنين ورجال الأعمال في بعضهم يعني الحمد لله والشكر لله برضو ايه ماشي في السكة، لكن احنا عايزين اكتر من كده. البحث العلمي هو اقتصاد معرفة، اقتصاد معرفة يعني يصب في مصلحتك مباشرة مباشرة.